يعني وسيلة اللي لا بد منها، لأن أي حاجة هذاك نجح إلا بكم، وبالتالي تنشكركم. يعني الدورة كما تعرفوا هذه الدورة العاشرة، يعني 10 سنوات كل عام تدوز، وصل المهرجان واحد المستوى يعني اللي راقي وكبير، راكم تتبعوه ديما، وسيما في واحد 4 سنين الأخير. يعني لا المادة اللي تنديرو لا، يعني كاين تغيير على جميع المستويات، وبالتالي هذه النسخة العاشرة هي اخترنا لها واحد الشعار اللي هو من أجل الحفاظ على التراث اللامادي وتتميم المولود الثقافي والفني. ويعني هذا المهرجان عندنا السنة، يعني كما تعرفوا راه كاينه واحد الشراكة بيننا وبين مجلس جهة بني ملاك نفرا، المجلس الجماعي الأزيلان، المجلس الإقليمي، وزارة الثقافة، والغرفة الفلاحية، وهذا المعرض اللي معرض جهوي للمنتوجات الفلاحية. يعني كان واحد الوقت قصير، لأن مشينا كاين الرد والشد والجد كما يقولوا أننا نديروه ما كدا وهادشي، ولكن الناس راهو المهرجان وتيعجبو علينا إلا أنا درناه، وبالتالي يعني كاين نوع من التضحية وصافي. يعني هذا المهرجان راه عندنا واخا كما تيقولوا راه كاينين منتقدين وكاينين مجموعة ديال الناس، ولكن واحد الفئة قليلة، وصدقوني بكل صدق، بأن منين ما دزت إلا تيقول لنا إلا ما درتو لنا المهرجان ما درتو لينا والو، واحد الواسي واحد يعني واحد المتنفس وحيد اللي كانوا اللي تينتظروه الساكنة، يعني على أحر من الجمر، لأن كاين اللي تيتسنى هذا هو المتنفس ديالو. وحنا ما تنشوفوش غير من هذا الجانب، حنا ولاد زينان وتنافر العشرة ونص الخبز تيكون واحد الرواج اقتصادي مهم للمدينة، ولا الناس التجار ولا يعني كل شيء تيستفد من جانبه، وبالتالي هذا هو الأساس من اللي تكون واحد 90% بغات واحد 10% راح نتمشي العادية الديمقراطية. يعني الإخوان درنا اجتماعات ماراثونية بالليل وبالنهار وكذا، وتنجي وتتصلوا وكذا، حتى وصلنا يعني لهذا يعني اللمسه الاخيره لهادشي. راه حتى الفنان والله الا لقينا فيهم مشاكل الا ربي يبر غير هذا السي فوزي دابا نعطي الكلمه، راه دار مجهود كبير، لان اللي عيطنا ليه تلقاوه في هاد المده هاد الاخر، تزامنا مع مهرجان كفران مولاي عبد الله في جديده وعيد العرش، يعني تلقاوهم يعني عامرين اللي تنقول لي اودي هذوك اللي ضغط اللي اختارينا حنا، يعني راه دار مجهود كبير. والاخر كاين اللي لغى كاع، لان اضطر مهرجان ديال الازلال ولا عنده واحد الصيت واحد السمعه مزيانه عند الفنانه، لان ما تنلقاو معاهم واش تيجي وتيخلصو وتيمشي، ما تنخلصوهمش بالشيكات، تنوجدو ليهم مسائلهم تنعطيوهم التسويق ديالهم، يعني ما تيكونش هادشي. وبالتالي تيكون واحد السمعه عند ازلال يعني مزيانه من الفنان، تلقاو هاد المساله هادي اللي تيقول ازلال حتى اللي لقيناه ملتزم تيقول لك اودي والله ما كرهتش نجي، ولكن الغلط الله ما خلصش غير. وانت عطيتي لا طالع عمرو الله، انت وهادشي قلنا كي بدا المهرجان، لان كنا فيه من التاسيس وكانوا فيه ناس معنا على المجلس السابق وكذا، وهادي وكانوا معايا، يعني بدينا بشويه 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 وغادي وتنهزوا المهرجان من حسن الى احسن، وبالتالي وصلنا فيه كما قلت النسخه العاشره. يعني تنتمناو باش ماشي لواحد المسألة، راه الدعم راه ما تيكون إلا دعم عمومي ديال المنح، وراكم شفتوا العام الفايت أننا يعني الجهة تعطلت صدقة على المقرر، وبالتالي جلسوا حتى الخير وعطونا غير النصف، والنصف راه يلاه غادي نصرفوه هنا، يعني راه بلاصتنا اتفاقية نهار الجمعة،
على أساس أننا نجيبوا خلالنا فعلا واحد العز اللي الحقيقة عانينا فيه بزاف. وراء الجمع العام اللي درنا راه الحقيقة هي اللي راه حتى واحد والله على إله زيد حمد كيلو والله كون قلت لي زيد ما نكون، ولكن ها الإخوة راه كانوا معايا راني استقليت مشيت في حالتي، وحتى واحد ما بغاش يتحمل هذه المسؤولية هذه. وبالتالي الإخوان بداو الغيب وكذا وهذه توسعنا بلا لا يزيدنا، لأن فعلا حنا حقيقة على الرغم من ما يقال كيما قلت لكم راه كاينه واحد الفئة اللي غير تيهدموا، ولكن الهدم راه ساهل غير الشارع مسبك وكذا ودي، ولكن باش ندير لك خاطر كون بني و إلى آخره راه صعيب راه صعيب راه البني صعيب، ولكن الهدم راه ساهل. المهم راه يعني هادشي اللي فرق لكم سي بدر هو اللي توصلنا ليه لحد الآن مع مجموعة حاولنا نختاروا كل شوية من جهة، لأن حتى الفنانة اللي درنا الاجتماع واحد المجموعة ديال الفنانة ديال هويل ها حزار ها حسن 46 ها أخرين، ولكن حتى لقاو اللي سالين درنا سوسي كلثوم نعيمة تسعدي لقينا تسعدي درنا الداودي الصنهاجي المرضي سعيد الخليلي كمال الدين يلاه لقينا الداودي اللي داير عصام، درنا سامي راي عادل الميلودي لقينا عصام مع الاخر نشيط راه درنا واحد السيد ربما تتعرفوه غني عن التعريف ويعني استاذ كبير اللي الحقيقه تنشكرو بهذا المنبر لانه اول هضره قال لي كاودي عزيز عليا المغرب العميق، يعني هاد المناطق البعيدة وكذا وكذا، هو راه زار المنطقة جلد منها وجاز من أزيلال وكذا، وقال لك يعني هذيك البلاد عندكم تتحمق ولا غير باقي خاصها الخدمة، وقلت أنا يا ودي راه هادشي علاش بغيناك تجي حتى تعاوننا من الجانب كلكم تتعرفوا وعطيك شي بيت. حاولنا نوعو ثاني في الفولكلور، يعني درنا واحد المجموعة ديال حاولنا معاهم نديرو جبنا هذوك ديال زنقولة ديال القطاوي، جبنا عبيدة الرومان تريكا، جبنا قلعة نقولة ديك تيزويت الحلا، إيمين تانوت، دقة المراكشية، قناوة، ركابة من دجلة، من الصحراء جبنا طاطا، يعني وداك المحلي راه تقريبا كل شيء جناه اللي منظم مزيان تقريبا كاع الجماعات اللي عندهم الفولكلور مزيان، الى درجه ان اي تبوب ماز عاودناها لسبب بسيط درنا منها جوج فراقي لان ابو غني كبر كاينين واحد الفرقه صغيره لا غوليف ديال هذوك حاولنا نشجعوهم على هذاك الشيء نديروهم ماشي من هذاك التراب راكم عارفين بو غني ديال بوكماز وما له من التاريخ، حاولنا نزيدو نقولهم لكم كاملين عيتبو اللي عيتبو كماز جوج يواريد من طباروش عيت مازي غابودي عيت محمد عيت قبلي تيفيرت نيت حمزة هنزو أزيلة نساء دبنات السي بدر صافي كومبليزي هما عيالات دايرين واحد الحقا دبناتي يعني هادشي يعني يعني الدعم العمومي رجع عليه اللي تكثر عليه الحمد لله هذا العام راه في حدود تقريبا اللي غنديرو شي 910 شي 91 مليون هي اللي غتكون شي 910000 91 مليون 91 مليون خاص تقال على قش الاكثريه كيقول لك 200 مليون لا والله كيقول لك انا هذا غادي راه هادشي وكذا وهادشي وحنا هادشي راه هو باين هو خاتم ختي يقولوا التتيعي وديما تيكون عندنا كريدي وديما تيبقاو بقينا درنا على المنحه ديال الجهه كامله وفي الاخر راه سي حميرة بقى معنا تيطلع ويزيد وكذا وهذوك لا هو تلقاوه تما مع هذوك ديال بني ملان اللي كانوا يعتصموا ليهم كاع تما هادشي علاش قلت السفير ديالكم، ولكن هو راه غير خطر يعني المصادقات تعطلات هادشي علاش في الاخر ملي بقى داك راس جا راس العام وكذا هادي بداو تيديروا لان في الاتفاقيه تيقول لك النص ملي تيصرفوا لنا النص بقى داك النص ما تصرفش يعني طاح في الفائض وهو اللي خلاني نوما ما كناش نوصلوا هذا المساله يعني هذه الايجاز يعني هكا من هنا نشكر السيد العالم تاع
الشباب ديال زيلان درنا الشباب يقول لك درنا واحد بوهلان ودرنا بعدا الاخرين درنا جوج دو جروب هذوك ديال حيدوس ديال زيلان واحد الفرقه عاوتاني انفوسيان انفوس واحد الجمعيه ديال الفرقه الجديده درناهم جوج نشجعوهم ودرنا ازلما وبوهلان وغادي يدوزو في المين ستة هما نهار ان شاء الله التشجيع ديالهم غادي يعني هذا الإعجاز هنا نشكر السيد العام لأنه الحقيقة وقف دعوة بشكل كبير على أنه ما يكون هنا كان شكل كبير وما يكونش المهرجان وكتاب هو عارف السيت ديال السمعة ديال المهرجان في الأسرة وبالتالي شجعنا وفعلا وقف معنا حتى ونيكو ديال الداخلية واخا بدا كل عام تينقصوا لينا شوية نشكر ثاني الغرفة الفلاحية لأنه فعلا اللي تيجيو تنوقفوا معاهم في اللوجيستيك تزيين وكذا وهادشي ولكن تيعجبوني بواحد المساله هما بان ديال بروسون تنوقفوا معاهم تنعطيوهم حنا لوكال ونديروا التزيين ليهم وكذا وهادشي ولكن تنشكرهم من هذا الباب لانهم حتى هما عزيز عليهم ازيلا لانهم تيلقاو هذه اليد ديال المساعده وبالتالي انا كلا المنتخب ديال الغرفه ولا السيد المدير خليل ولا هشام الراضي انهم كيلقاو في ازيلا الراحه وبالتالي يحاولوا ينظمونا تنشكروا وزاره الثقافه لان تنخرجنا لهم واحد الطلب واخا ما ديناش في الوقت القانوني لانه بين الاجالات وبالتالي راه باقيين حنا السي بدر راه باقي في اتصالات معهم على اساس انهم يديروا لنا شي منحه اتصالات المغرب انه حتى الادير نبغيو تمشي مع السي بدر ولا السي الطالب وجلسنا للمديره قلنا لها ازيلات الجهه هي اللي ما تستمتش باتصالات المغرب وفعلا دارت مجهود كبير معنا حتى هي وراه دخلناهم كشريك معنا سبونسور حتى هما نشوفوا شنو فينا يديروا دونك هذا هو بشكل عام هذا هو المهرجان فيه فضاءات درنا فيه فضاء الطفل ودرنا فيه فضاء الفروسية وفضاء السهرات وهذا الكرنفال اللي تيدوز نهار الافتتاح يعني ديال الفروسية كاينين جوج من الساعات كاينين جوج من الساعات غتكون واحد من الساعة لا باش نقسمو عليهم لأن غتكون شي 28 شي 26 فريق ديال الفولكلور يعني ما غاديش نديروهم على منصة وحدة غنديرو المنصة اللي تحت العمالة وغنديرو هاد المنصة اللي غادي تبنى هنا ونقسموهم باللي اللي بغا يتفرج ليه اللي بغا يتفرج هنا كاينين تكريمات للمتفوقين دراسيا على مستوى الجماعة وكاينين تكريمات لذاك الفيلم الوثائقي اللي نالت الجائزة ديالو الأخرى ديال ولي العهد فغبالو وكاينة واحد البنية ربحات حتى هي في العدو الريفي في مدرسة القدس وكاينة التنوية التقنية من حيث الإعلام حتى هي تشجعوها لأنه داروا أحسن لاخر وخداو شي جائزة مهمة حتى هما نكرموهم إن شاء الله هذا باختصار ونعطي الكلمة لمدير المهرجان إلى يمكن نسيت شي حاجة